السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. جارتي ولدت لها البقره وعطاتني الحليب، قلت انا اش غندير اش غندير، غندير الفرماج بالحليب ديال البقره وانتوما اللي بغيتو. عندي هنا جوج طرو ديال الحليب ديال كامل الدسم، دو لتر دو لي، هذا غنديرو يسخن شي شويه على الغنده، غندير معكم غير بشويه بشويه ياك. كل طرو ديال الحليب فيه 3 ديال الصفار ديال البيض، كل طرو ديال الحليب فيه 3 صفار ديال البيض، وفيه جوج ياغورت ناتوريل، جوج ياغورت طبيعي، ومعلقه ديال الخل كبيره، ومعلقه ديال الملح. هادو هما المقادير. دونك غنتبع معاكم، غندير الحليب يسخن وغنبدا نحيد البيض البيض ونخلي غير الصفار. بسم الله، وحده دونك يطرو الحليب فيه 3 ديال البيضات. دابا انا غندير جوج يطرو، دونك عندي 6 ديال البيضات. شاك لي تخدو دو 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 لي يا 3 جون دوف. عندي هنايا البيض البنتي وعندي البيض الاخر، دونك كندير 3 جون جون دوف، 3 صفار البيض. كم هنا عندي جوج طرو، دونك غندير 6 ديال صفار البيض، 6 ديال صفار البيض. كما انا غادي معكم غير بشويه باش يطلع لكم الفرماج زوين. با هادي هيت كتسكي بهاد البيض البيض، غادي ندير بيه الحلوه ديال الكوكو كتعجبني، وغنديرها حلوه ديال الكوكو بهاد البيض البيض. دونك هما هادو، دونك عندنا 3 ديال 6 ديال الصفار البيض، 3 جون دوف. هاك عندي هنايا، انا قلت لكم كل يطرو فيه جوج ديال ياغورت، ياغورت طبيعي. دونك دو ياغورت شاك ليتر دو دو لي يا دو ياغورت ناتوريل. دونك نتوما اللي بغيتو ياغورت اللي بغيتو، فكاين في السوق الحمد لله. انتي هذا زبادي، ولا كنسميوه زبادي الطبيعي، ما فيش سكر. هاد الفرماج يمكن لكم تنسموه اي حاجه بغيتوها، كاين اللي كينسموه الثومه، كاين اللي كينسموه بالزعتر، كاين اللي كينسموه بالحبق، كاين باي حاجه اللي كتبغيو يمكن لكم تنسمو بها. فانا كنت غنديرو طبيعي، ونتوما ديك الساعه لكم الاختيار. دونك انا درت هنايا 4 ديال هذا، باش كيقصح باش يجي قاصح مزيان، ما كيجيش رطب بزاف، فكتخليه مده طويله احسن من الا كثرتي فيه المواد راه كيطلع. فوالا، دونك عندي هنا الملحه، انا دايره معلقه كبيره ديال الملحه، هنا خصو الفرماج خصو يكون مالح. وهنا عندي جوج معالق كبار ديال الخل، دونك دو كغون كويغي دو فينيغ اللي بغيتو، فينيغ اللي بغيتو ماشي مشكل. وكنخلط هادشي كله، هنا غنسخن الحليب عاد غنزيد عليه هاد الخليط هذا. دونك غندير الحليب يسخن ليا وعاد غنزيد الخليط هذا، كريموجا واعر نتوما شتيهم. الحليب ديالي ها هو سخن، نتي ما طلعش فيه الغليه، وغنبقى نكب داك الخليط غير بشويه ونحرك غير بشويه، نبقى غادي باش ما كيتهرش ليش البيض، وما كيتهرسوش ما كيتهرش ليا البيض. دونك جو راجوت لي ميلونج ولي اي جو رومي دوسمون pour ne pas casser les œufs. فوالا، وكنبقى نحرك غير بشويه اتجاه واحد. هانتوما الحليب ديالي بدا كيتكلكل، هانتوما شتيه بشويه كتحركوه غير بشويه. هانتوما الحليب ديالي دابا غنصفيه، الصفيه الاولانيه غنصفيه بهاد الصفيه رقيقه، وغنبدا نصفيه بحال هكايا غير بشويه. كنخليه هادي الصفيه الاولى، ومن بعد عاد غادي نصفيه في كتانه بيضه.
عندي هذا كتشوفوا شي حاجه اللي هكا مدوره وفيها التقيبات هكذايا باش يسيل منه اي حاجه شبيكه واللي بغيتو. المهم كندير منديل ديال حياتي بحال هكايا نقيقي وكنعاود نصفي فيه هنا. شتي شحال خرج منه ديال الماء، دونك يبقى غير هذاك صافي. وكنبدا نديرو هنايا فهمتي باش يتصفى ليا مزيان من الماء ما يبقاش فيه الماء هكايا. وكنلويوه وكنخليوه يقطر مزيان فهاد العلبه هادي صافي هكايا. وكنتقلوه بشي حاجه فهمتي هكا، وديرو شي حاجه ثقيله وكنتقلو فوق منه وكنخليه تقريبا ليله كامله ديالي. ها نتوما هو كيجا شتيوه، ها شتيه جا زوين.